اليوم يوم العالمي للمرأة، نبارك جميع نساء العالم ونساء شمال وشرق سوريا خاصة، يوم العطاء، يوم الثورة، يوم الحرية، يوم حرية المرأة، ونهني جميع نساء العالم بهذه المناسبة. رغم من أنه إحنا معرضين للهجمات، الهجمات من التركية الفاشي، إحنا جاي نستقبل اليوم بفرح، وراح نظل نقاوم حتى نحرر جميع نساء العالم. بشمال وشرق سوريا حققنا إنجازات كثيرة، منها الرئاسة المشتركة، الجندية اللي عجبها، اللي صار يشغل المراكز قوية وكبيرة، ونوجه له الرسالة أنه إحنا معاكم لأي طلب تطلبونه، وإن شاء الله رح نكون حرية واحدة. بمناسبة 8 آذار نهنئ جميع نساء العالم والشمال، وخاصة نساء شمال وشرق سوريا، مناسبة عيد المرأة العالمي، وجميع المكونات كرد وعرب وسريان نقوم بمسيرة من أجل حرية المرأة، وبفضل فلسفة وقائد عبد الله أوجلان جميع النساء قاموا إلى هذه المسيرة منذ 5000 سنة، والمرأة مضطهدة تحت السلطوية الذكورية، وبفضل فلسفة وقائد عبد الله أوجلان وفضل ثورة 8 آذار نحن صرنا يعني أخذنا دورنا في المجال، في جميع المجالات من المؤسسات والمراكز. جيبي روزك من حمتها فهي جنابة وك جني عوزات أسفي روجي وك نوصل مكش فاردقينا وكوتين جوجي أنا عوزاتي هزا كي هند دائما وكيف خشاك دائما أمين خبط إخوائين بيش بخن وك روجي كيرو فاما شاتي دور خسن بجاري عنيسة كيف خشبونا ما قال كي هي جلمين عرب تابلي في مشهد بن بهذا كهري جران وبمرالك قوين تابلي بنا زاتنا أمبر كيف خش البيت شتي وأمزانين كل معلات وجن تشنا كرنا كحياة جشنا ميري وجشنا في أصلي.